وهبتو شلال ودمي من اجل حقوقي وهبتو شلال ودمي من اجل حقوقي وهبتو شلال ودمي من اجل حقوقي وهبتو شلال وصامد صامد يا اسد لو دمي سال وصامد صامد يا اسد لو دمي سال وصامد صامد يا موقف لو دمي سال وصامد صامد يا موقف لو دمي سال بداية احيي جريدة أصوات المواكبة ديالها لنضالات الشغيلة التعليمية العادلة والمشروعة. معكم الأستاذ عبد الناصر اليزيدي، أستاذ بالسلك الثانوي الإعدادي، موقوف على العمل تاع السفن. على خلفية النضال ديالي والانخراط ديالي في المعركة ديال الشغيلة التعليمية، المعركة ديال الكرامة، أكيد انخرطت الشغيلة التعليمية بإضرابات فقط 90% من أجل ملفات مطلبية عادلة ومن أجل الدفاع عن الحقوق ديالها المكتسبة التاريخية، على أساس أن الوزارة في بداية الموسم الدراسي أصدرت نظاما أساسيا تراجعيا خارج الوظيفة العمومية بشكل مقصود في بداية السنة من أجل أنها تضيع وليدات الشعب المغربي في حقهم في التعلم وتساهم في الهجرة ديالهم للتعليم الخصوصي. دونك داك الشيء كان مقصود، وبغوا يحطونا في واحد المعادلة، يا إما نثبتوا بالحق ديال المتعلم في المدرسة العمومية وفي الحق دياله في التعلم، وإما وبذلك غنكونوا كنتنازلوا على الحقوق ديالنا والمكتسبات ديالنا والملفات المطلبية ديالنا والرفض ديالنا للنظام الأساسي، أو أننا غادي نخرجوا نناضلوا ضد هذا النظام الأساسي وبالمقابل غيضيعوا التلاميذ. خرجوا الآباء والأسر وقالوا كلمة ديالهم في بداية الموسم الدراسي، وقالوا لأننا نحن مع الأساتذة اللي خرجوا كيناضلوا ضدا على ذاك النظام الأساسي، وحنا نريد أستاذ يدافع عن الكرامة ديالو، ماشي أستاذ يتخلى عن الكرامة ديالو مبرر أنه يدافع على ابن الشعب المغربي في التعلم. وكانوا الآباء والأولياء ديال التلاميذ يحفزوا الأساتذة من أجل الرفض ديالهم لهذا النظام الأساسي، وكذلك كان الأساتذة خرجوا الميادين وأضربوا على العمل، آملين في أن هذه الوزارة ستلتقط الإشارة وهذه الحكومة ستلتقط الإشارة. الآباء في الشارع، الوليدات جالسين بلا قراية، الشعب المغربي كل كامل كيقول أودي حيدوا علينا هذا النظام الأساسي، أعطيوا للأساتذة الكرامة ديالهم، الحقوق ديالهم، زيدهم في الأجور، أعطيوهم الوظيفة العمومية باعتبار الأستاذ يقدم خدمة عمومية، وبالتالي كيخصوا النفقة أو سميتو النفقة على هذا القطاع ستكون مركزية، وبالتالي ما دام الأستاذ يقدم خدمة عمومية وبالتالي خصو يكون موظف عمومي. الوزارة قالت لكم لا، قالت للشعب المغربي لا، أنا متعنتة، الحكومة قالت لا، قالت أودي بلي أن هذا احنا ماضين في اتجاه ديال التوظيف الجهوي وكذا، باش يوظفونا مع الأكاديميات اللي كيقول عليها أدر دور واللي كيقول عليها القانون ديال القانون 007، لأن ذات الاستقلال المادي والإداري، وبالتالي خصها تجيب فلوس من المجتمع المدني ومن الشركاء وما إلى ذلك، يعني خصها تجيبها من أبناء الشعب المغربي. دونك هما ماضون في اتجاه ديال تخريب المدرسة العمومية والوظيفة العمومية، والعمود الأساسي في هذه المنظومة اللي هو الأستاذ، وبالتالي الضرب ديال الكرامة ديالو المقصود منه هو الضرب ديال الكرامة ديال أبناء الشعب المغربي، لأنه بدون تعليم ما عمرها غتكون تنمية في هذه البلاد. أكيد كاين تنمية شركاتهم وكاين تنمية الحسابات ديالهم في الأبناك، آخر النشرة كتضاعف كل عام الثروة ديالو 3 أضعاف، ومختلف البرجوازيه اللي رافضهم داك الحكومه واللي راهم في داك البرلمان، ولكن ابناء الشعب المغربي يتضاعف الجهل ديالهم كل عام 10 أضعاف، ويتضاعف الفقر ديالهم 10 أضعاف كل عام. دونك السياسه التعليميه ما فاصلاش على السياسه العامه في هذه البلاد. للاسف الشديد الهجوم على القوت اليومي ديال ابن الشعب المغربي، احنا كنشوفوا غلاء الاسعار، احنا كنشوفوا الحال ديال الصحه والحال ديال التعليم، وبالتالي كانوا المغاربه كيقولوا بلي ان الوزاره والحكومه مادام وصلت شهر من الاضرابات راه غتستجب، ولكن اللي وقع هو ان الوزاره بقات غدا في اتجاه ديال التماطل وصم الاذان والهروب الى الامام، ومشات في الاتجاه فقط ديال انها تحور المطالب، رجعت المطالب ديال الشغيله التعليميه غير زياده في الاجور. نعم ان الشغله التعليميه باغا الزياده في الاجور، لان الاجره اللي كتلقاها ما كتقدها حتى في الكراء وفي تنقل العمل،
لا هيك لا كيعدير هي باش تصرف على راسها في توفر راسها التغذيه، كيفاش غتوفر راسها الماكل والملبس والترفيه وما الى ذلك بما يتيح لها التشغيلات التعليميه، يعني تقديم ممارسه تعليميه تعلق بابناء الشرق المغربي وتضمن لهم التربيه والتنميه والاقتدار. هذا الشيء هذا ما عندهمش غرض فيه هذه الوزاره وهذه الحكومه، ويظهر فانها هما حطوا اجل ديال 15 يناير من اجل اصدار نظام اساسي، ها هو حتى هذاك ما صدروه، شاف الاجل اللي حطوا. كذلك كنا ننتظر على اساس ان ذاك النظام الاساسي ذاك الاتفاقات ديال 10 دو جنبير و 26 دو جنبير يتم تجويدها بما ينسجم الاستجابه ديال الملفات المطلبيه، ولكن قالت لك لا مادام راه اتفقت مع النقابات اللي ما كانش مضربه، هاد الناس هادو اللي كنتو كتحاوروا معاهم ما كانوش مضربين وما كانوش في معمعان ديال المعركه وما حطوش ملفات مطلبيه، نتوما كتحاوروا شي وحدين اللي ماشي هما اللي كيعبروا على الصوت ديال الاساتذه، باعتبار ان الاساتذه اليوم منخرطين في التنسيقيات يعبر عن الملفات المطلبيه ديالهم في التنسيقيات، علاش اللي ما كانش الطريق السهل انها تحاور التنسيقيات؟ لكن الوزاره والحكومه مشات للطريق ديالها المعهوده على هذه البلاد هذه على هذه الدوله هذه هي وقفات الاساتذه. وهنا اشير لواحد المساله، وقفات 500 استاذ في السلعه عندنا 23 موقف، واؤكد لكم 23 موقف في مديريه سلا لحدود اللحظه، دابا هذه اسبوعين التلاميذ ديالهم راه كيوصلوا عندهم الاقسام ديالهم وكيرجعوا ما عندهمش اللي يقريهم. واش فعلا دابا هذه الوزاره والحكومه حيت حنا في التوقيفات اللي جابت لينا قالت لك اودي لانكم عرقلتم السير ديال الدراسه، ودابا حنا لنفترض اننا حنا عرقلنا السير ديال الدراسه، هو اللي عرقل السير الدراسه هو اللي صدر النظام الاساسي اللي كان بالضروره ان نخرجوا نحتجوا عليه، راه الشعب المغربي الاباء والاولياء خرجوا يحتجوا معنا ضده. واش دابا الدفاع على المصلحه ديال المتعلم تقتضي انك توقف له استاذه؟ نقولوا كاع بلي انها كانت عقوبه، خصك دير له عقوبه، نفترضوا نسلموا على انهم دار خطا، واش غتعاقبوه هو المتعلم والاسر ديالهم؟ كيبان بان الناس ما عندهاش الغرض في ابناء الشعب المغربي يتعلموا، عندهم الغرض في التربيه بالنموذج، زعما اللي ناضل خصو يقدموه للشعب المغربي على انها المصير ديالو، ويراهنون على التخلي ديال الشغيله على هاد الموقوفين، هاد الشيء عمره ما يكون، لان الشغيله التعليميه جربت وجربت على ان ليس لها صوت مسموع الا في اطار الوحده، ولن يتحقق لها حق ولن يرجع لها مكسب ولا يتحقق لها مطلب الا في اطار وحدتها. واليوم هي لا رجعات، راه ماشي رجعات خائفه، نحن اساتذه موقوفون ناشدنا اصدقائنا، قلنا لهم رجاء، لا انا في مؤسستي ولا الاساتذه الموقوفين على المستوى الوطني، قلنا للاساتذه وقفنا نعم على العمل، ولكن التلاميذ اليوم محتاجينكم. هاد الناس كيبان على انهم باغين يديروا ساره بيضاء وباغين انهم يهجروا كل التلاميذ للقطاع الخاص، ولكن حنا نضيل على الملفات المطلبيه ديالنا ومن اجل صون الحقوق ديالنا، ولكن كذلك نريد مدرسه عموميه مجانيه وتكون فعلا كتستجب لطموحات ابناء الشعب المغربي من اجل احقاق العدل واحقاق الحق في هذه البلاد هذه. وبالتالي الاساتذه رجعوا من استجابه لحق ابن الشعب المغربي بعد ما تبين لهم الحكومه راه ما غاديش تستجب، فقط هي تحور المطالب وتتعنت وما الى ذلك. وكانت الوزاره متاكده من الرجوع ديالنا، راه حنا فاش مشينا لاخر مسيره الرباط كنا نريد ارسال رساله فقط ان الاتفاق ديال 10 دو جنبير والاتفاق ديال 26 دو جنبير راه لا تستجيب الملفات المطلبيه ولا تصون الحقوق المكتسبه، يعني اعطيناهم رساله ولكن كنا راجعين، وهي تاكدت الوزاره من الرجوع ديالنا، ولكن بغات ترجعنا بهذا المنطق، بغات تصورنا بلي اننا حنا راه خفنا، ولكن هذا الشيء ما واقعش. واليوم ها حنايا اليوم وقفنا الاضرابات من اجل مصلحه ابن الشعب المغربي، والوقفه اليوم كتجي تنديدا بالتوقيفات، هكا مساء ها هي وقفه ديال الاساتذه كيقولوا بلي حنا مازال مستمرين في الاحتجاج الى جانب الزملاء ديالنا الموقوفين على العمل، ماشي من اجل ارجاع الموقوفين وفقط، هذيك راه بطبيعه الحال ضروريه، لانهم هاد الموقوفين راه ما مارسوا الا حقهم في الاضراب الدستوري وفق الفصل 29. دابا هذا الاسبوع هذا حتى البارح كان تفاجئوا الاساتذة الموقوفين كيسولوهم مدراء، شوف دابا البلاد كيفاش بغاو يديوها هاد الناس، ما فهمتش انا هاد الناس اللي دابا راهم على راس الحكومه وللاشاره ما عندهم حتى شي امتداد شعبي وما عندهم حتى شي شرعيه جماهيريه، اي واحد يشوف اخ نوش كيهضر يقول لك هذا كذاب. انا كنشوف ابناء الشعب المغربي كيشوفوا اخ نوش كيدوي كيطفي التلفازه،
عارف انهم كي دايرين، عارف ان هاد الناس اللي في الحكومه كيفاش دايرين. والدليل احنا كنشوفوا دابا هاد الناس واش عباد الله اللي ياخذ انتخابات بعا اجي باش نفوزوا بالمقاعد، غير اجي شكون ما كان، واش تربيتي في حزب ما تربيتيش، عندك شرعيه ما عندكش، كتدافع عن الحقوق ديال المقهورين في هذه البلاد، واش انت صوتهم ولا ما صوتهمش. الاساسي هو تكون عندك شكاره تمشي. دابا احنا هاد التهم اللي كدابا عاد تخلق داك النقاش السياسي ديال حقه ديال ودي، راه ان الناس اللي خصها تقدم للحكومه كيفاش خصها تكون. حنا عارفين الناس كتعيش بالريع، والمغاربه كلهم عارفينهم كيعيشوا بالريع، ودابا عاد كيعيطوا على المدراء حق عطيونا التقارير باش نحطوها في المجالس التاديبيه للاساتذه. واش انت عباد الله وقفتي استاذ باقي ما عندكش تقرير؟ هذا راه الحماق هذا. واش انت دابا توقفتي وفبرك قلتي ليه تهم في ديك التوقيفات، ودابا عاد كتعيط للمدراء كتناشدهم ديال عطيونا شي حاجه باش نبرو بها التوقيف؟ هادشي هذا لا يستقيم. انا التلامذ ديالي للاسف الشديد راه مازال كيساينوني باش نشتغل معاهم، ماشي زعما خايفان من التوقيف، انا اعتبر التوقيف وسام شرف. علاش؟ لانه يفضح هاد الناس اللي كيقولوا انهم كيبنيو دورة الحق والقانون، وكذلك يؤكد على ان هاد الناس اللي كيناضلوا ها المصير ديالهم. انا ناضلت مع ابناء الشعب المغربي، مع الاساتذه، دفاعا عن حقي. انا بلادي ما باغيانيش نكون ريع عديد ونشوف الحق وما ندافعش عليه. انا ما باغانيش بلادي يكون عندي حقي وتكون عندي كرامتي ونتخلى عليها، لانه انا لا تخليت على كرامتي كيفاش غنربي وليداتي على الكرامه؟ ما يمكنش. وبالتالي انا ما ما ما, ما عنديش زعما مشكل في علاقه بالتوقيف، ولكن هذوك التلامذ حتى حنا الى ما مش ترجعونا للعمل، وانتم باغين متاكدين زعما تصنعوا هذه البلاد بالقوه ديال الحديد والنار وتقمعوا الحريات وتضربوا في الدستور وتضربوا في حق ابن الشعب المغربي في الاحتجاج، جيبوا له اللي يقريه. راه باقي عندي تلامذة باقي ما كيقراوش، وتلامذ جميع الموقوفين في السلاره باقي ما كيقراوش، وعندهم سنوات اجهاديه للاسف الشديد، راهم جوج اسابيع هما باقيين بلا قرايه. والتهم عاد كتفبرك لنا باش قال لك عارضونا على المجالس التاديبي، وحنا الدم ديالنا مازال فيه النضال، وعمركم ما غتخليونا ولا عمركم غترجعونا بداك المنطق ديال نسلم بالامر كما يكون من اين كان، وان كان ضد مصلحه ابن الشعب المغربي. وتحيه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.